السلام عليكم. اتفضلي يا استاذ محمد، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. كاتب عندي سؤالين فضيله الشيخ. اتفضلي يا فندم. دلوقتي انا كنت متجوزه شخص اكبر مني في السن، وكنا عايشين كويس جدا وانفصلنا عن بعضينا، وطبعا جه بعد فتره حب يردني تاني، فحبيت اعرف اذا كان اتجوز ولا لا. سالته قال لي لا ما اتجوزتش بعديكي. فجيت بعد كده اكتشفت بعد ما روحت اللي هو متجوز. طبعا انا رافضه موضوع الدوره دي خالص. فطبعا سالته طب انت ما قلتليش ليه وكده، قال لي اللي حصل انا ما كنت عايزه اردك وكده وعشان كده داريت عليك. فطبعا هو دلوقتي خلف من الست اللي هو متجوزها بعد ما انا اتطلقت دي، من ساعه ما الطفل ده ما جه وفي مشاكل بينا جامده. فين السؤال؟ ايه فين سؤالك يا استاذ محمد؟ سؤالي دلوقتي هو بيقول لي إيه انت كده، هي اللي مظلومه على اساس اللي هو ايه، هي عاشت بيت اهلها وهو عايش معانا، بس هو بيجي. هي المظلومه ليه؟ هو بيقعد معاكي طول الوقت؟ هو قاعد معاها، هو طبعا كان متفق معاها اللي هي هتعيش في بيت اهلها، ماشي؟ فهي طيب. دلوقتي عاشت بيت اهلها وهم متفقين على كده، لكن هو ما اتفقش معايا وقال لي انا متجوز، هو خب عليا. فين سؤالك؟ طيب عايز اعرف انت هو بيقول لك هيبقى تقعد معاكي في نفس البيت؟ لا، بس معاملته معايا انا غير معاملته معاها هي خالص. يعني ايه معاملته معايا غير معاملتك معايا؟ يعني معاملته هو دلوقتي معاها هي كامله متكامله، لكن معامله يدها يعني بيبات عندك ولا ما بيباتش؟ بيبات في البيت بس، هو بيبات بس. يعني هو بيبات عندك في البيت؟ اه. طيب فين سؤالك بقى؟ سؤالي هو دلوقتي ممتنع خالص عن علاقته الزوجيه معايا. كويس، ده سؤال اجاوب، اعرف اجاوب عليه، اجاوب على ده. ما فيش علاقه بيني وبينه خالص. انا اجاوب على ده. السؤال في سؤال تاني بقى. السؤال التاني. السؤال التاني، قبل كده حصلت بينا مشكله وبيقول لي انت حلفتي اللي انا اللي انت ما تجيش جنبيها خالص، انا مش فاكره الحلفان ده نهائي. طيب انت عايزه تقولي ايه حكم الحلفان اللي انت حلفتيه ده؟ انا مش فاكراه اصلا. حتى هو بيقول حتى لي انت حلفتي، لكن حاضر. انا مش فاكره اللي انا حلفت. حاضر، اقول لك انا اقول لك اجاوبك. الجواب على السؤال الاولاني، السؤال الاولاني بتقولي ان هو ما بيجيش جنبك خالص، حرام. العلاقه الزوجيه، العلاقه الخاصه، حق للزوجه زي ما هي حق للزوج. هي مش حق للزوج بس، هي حق للزوجين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهي لها حق في هذا الامر، هي لها حق ان في العلاقه الخاصه، وهي لها حق ان هي تعف. وعدم قرب الزوج للزوجه ده نوع من انواع الفتنه، ونوع من انواع الاذى، ونوع من انواع الظلم. ده ظلم، اه ظلم. فليتق الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز ان هو يعمل كده. طيب السؤال الثاني، حضرتك سالتي بتقولي انا دلوقتي عندي في مسألة الحياة الزوجية اللي بينكم، خلاص احنا قلنا ان هو يجب عليه ان هو يساوي بينكم في مسألة المبيت، ويساوي كمان بينكم في مسألة العلاقة الخاصة. السؤال الثاني كان ايه؟ طيب ام محمد بتقول ان هي وكأنها بقى وكأننا ندخل في الإيلاء بقى، ان هي حلفت لا تقرب زوجها، ولا الحلفان ده ولا عليه حاجة، غاية مراد رب العباد ان هي لو اني كان بينهم علاقه خاصه، وهي دي تلكيكه بالمناسبه، يعني هو اخونا بيتلكك بيقول لها انت حلفتي خلاص وانا مش عايز اوقع لك حلفانك. لا يا سيدي، وقع لها حلفانها وتطعمه 10 مساكين لو كانت حلفت، لو كانت حلفت. فانت حضرتك ما تهتمش بحلفانها خالص، حلفانها مش هيتوقف عليها اي حاجه خالص، وعليها ان هي ببساطه خالص اذا كانت حلفت تطعم 10 مساكين، فما تتعلقش بحلفانها ده.